يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر في هذه الأيام الغبار والأتربة، قد تكلم بعض أهل الفلك بأن هذا سيستمر شهراً ونصف الشهر، فهل يكون هذا من ادعاء علم الغيب؟ إن كانوا يجزمون أنه سيستمر هذا من ادعاء علم الغيب، أما إن قالوا يمكن أنه يستمر هذا أمر سهل في هذا. نعم، ما الجزم لا ما يجوز. نعم.